يلا. خرج ولم يعد فيلم من أجمل الأفلام اللي الجمهور لا يملها أبدا، بطولة يحيى الفخراني. يعني أكيد الفيلم ده حضرتك بتحبيه أو في مواقف أنا عشته، ده احنا عشنا مع بعض. ده احنا واحنا بنصور الفيلم ده انت بتروحي كل يوم تصوري، احنا عشنا في منطقة في بنها في عزبة أبو نصير. يعني دول من في عيلتي أنا، في النصير أنا من العيلة دي بس من بعيد. لكن لما قالوا لي دي عيلتي قلت ده قريبنا بقى، خصوصا احنا على الشط هم على الشط التاني. بس أغنية هم كانوا وهم كان عندهم مزارع بقى موز وبط ووز، ما كانش فيه انفلونزا طيور ولا حاجة وبيت جميل وبط جميل وزراعات وحاجات جميلة. كان الله يرحمه فريد شوقي وانا ومحمد خان ده المخرج العظيم ده وليلى كانت لسه يعني صغننه كده اهو جميله، وكل الكاست كانوا ناس حلوين وتوفيق الدقن الله يرحمه. الله. عشنا اسره اسره بتمثل اسره قاعده كل واحد له اوضه عشان كده ونوم الصبح وساعات كنا كده ننام ونمشي كده يعني كان حاسه ان الناس سابوا هجروا الفيلا وسابوها لنا. فاحنا كنا بنشتغل على كيفنا وحسينا انك في الريف، هي في الريف طبعا تعتبر في الريف. فكميه البيض ما كانوش الناس فاكره كانوا بيشتروا البيض ده، كانوا بيجيبوه كده من ولا الموز والقلب كله كان في الجنينه طبعا مزروع زي ما تيجي الجنينه وتلاقي عنب خير موجود، خير مصر خير مصر خير مصر. فقضينا اروع ايام الحياه في الفيلم ده، وفيلم نجح نجاح فظيع فظيع لا يمل الانسان. ومحمد خان ده مخرج فنان فعلا، فنان فنان من ضفره لغايه، وهو لما كنت بحب السيما جاي يشوفني يطمن عليا يحب يطمن يشوفني انا بعمل ايه. طبعا فيلم جميل جدا، انا معاكي انا معاكي والناس بتحبه. هم بيقولوا لك انتوا الاكل ده صحيح كنتوا بتاكلوا الكميه دي؟ قلت لا الخير موجود طبعا، واللي عايز ياكل ياكل ما ياكلش هو حر طبعا، يعني عارفه الموجود لانه انت عارفه كان يحيى لما يجي ناكله ناكله النبي كل دي كل دي في الفيلم يعني في التمثيل، ما هو دي زي التمثيل. فهم فاكرين ان يحيى بياكل كل الاكل ده، لا هو كان بياكل على قده بس ده قدامنا كده زي الحاجه اللي قدامنا دي. طب عموما بما انك جبت سيره الاستاذ المخرج محمد خان فتسمح لنا ان احنا نجيبه برضه يطمن عليكي من خلال الشاشه نشوف هيقول لك ايه. عايدة عبد العزيز فنانه كبيره، حصل لي الشرف والمتعه انها تشتغل معايا فيلمين، خرج ولم يعد وسوبر ماركت، بل هي انقذتني في سوبر ماركت في اخر لحظه، لكن الدور كان لسه ما اتملاش ف سابت كل حاجه وجت تعمله وعملته بخفه وجمال. يعني من الحاجات الظريفه ان او من مشغبات عايدة عبد العزيز مع الاخرين اللي بيمثلوا معاها، وانا كالمخرج ما عليا الا اشد شعري. شكرا. جميل جميل، مخرج جميل جميل جميل، وهو ما عليه الا لانه يشد شعره يعني يشد شعره. لا هو جميل، هو كان لسه جاي من انجلترا انت عارفه، هو كان لسه جاي في مصر جديد فاحنا قاعدين بقى انا والله يرحمه فريد شوقي وتوفيق الدقن ويقول لي عيوده والتاني يقول لي بتاعه، هو لسه خواجه يعني بس هو دلوقتي بقى مصري يعني مصري خالص. ايوه طبعا.